ضيوفنا في الفقرة الجاية أم وولدها. الأم شخصية لها تاريخ فني ما رح نتكلم عنه لأنها التاريخ معروف للكل، صنع منها أحد رواد الفن الكويتي مريم الصالح، فنانة وشخصية كويتية يعتز فيها كلنا، لها التقدير والمحبة في قلوبنا أغلب الكويتيين والخليجيين المحبين لفنها. أم نواف صممت تطلع علينا اليوم مع ولدها نواف اللي عرفناه مذيع صاحب دم خفيف، نجح في رمضان السنة الماضية في تجربة تقديم برنامج المسابقات كاش مع نواف. هالبرنامج حمل الطابع التراثي الكوميدي وكان لأم نواف حضور مميز في هالبرنامج. اليوم مريم الصالح ونواف بيكونون ضيوف غاليين، راح ندردش معاهم عن وايد أمور فنية وأسرية. القديرة مريم الصالح وخفيف الدم نواف الصالح، حياكم الله في سراي. يا هلا وسهلا الفنانة القديرة مريم الصالح والزميل المذيع والمخرج أخونا نواف الصالح، تقبل طاعتكم وكل عام وانتم بخير. بزمن الكورونا نلتقي معاكم بهذه الطريقة، يا هلا وسهلا، حيا الله منواف. الله يسلمكم وانا اتواصل مع الصوت ما هو واضح يا أم نواف، الصوت معاك يا أم نواف مو واضح، أبي بس أسوي تست على نواف. نواف بس لو تكلمني تقبل طاعتك وكل عام أنت بخير، خل أسمع الصوت. صوتي يعني أنا واضح؟ صوتك واضح، احنا بنعرف بس الخلل عشان نعالجه. أنا صوتي واضح. أنت صوتك التست كان قبل الهوى واضح للأثنين. نواف تقبل طاعتك وكل عام أنت بخير. والله صوتي يروح يرجع. أنا زين؟ طيب أم نواف ونواف على ما يضبطون الشباب الكنترول للصوت مرة ثانية، نرجع مرة ثانية لأجواء الاستديو. للأمانة يعني احنا بس نبي نوضح هذه الشغلة بأن ضيوفنا دائما يتواجدون يعني عن طريق برنامج سكايب صوت والصورة. صحيح، يمكن قد تكون في بعض المشاكل التقنية لكن احنا يعني على قدم وساق انه يكون كل شيء بيرفكت. يمكن فعلا الفنانه القديره مريم الصالح فقدنا طلتها في شهر رمضان، يمكن العام كانت موجوده في الكاش مع نواف في هذا البرنامج الخفيف، مسابقات خفيفه تكون دمها خفيف حتى وطلتهم حتى جميله مع الجمهور ومع المتسابقين معهم. اتوقع هالسنه يمكن بسبه الاوضاع الحاليه هو اللي ما قدروا انهم يطلون علينا من خلال شهر رمضان، لكن كلنا بصراحه نفقدها ونتمنى تكون طلتها مره ثانيه، مو بس حتى من خلال هذه البرامج يعني حتى من خلال المسلسلات بعد. عبد الله ترى شوفي انا بتكلم بعدسه اكبر، موجودين يعني ارد العدسه الاصغر. يلا يلا نواف حياك الله معنا، يا هلا وسهلا، ان شاء الله الصوت أيام. يكون واضح، قولوا ان شاء الله. تفضلي. اوكي شيء اوكي. لا اوكي بس احنا قاعد نشوف انت احنا نشوفكم تشوفونا. هم ما يشوفونا. شوف يعني روحنا. تمام. في البداية أول شيء نبارك لكم ما تبقى بالشهر وتقبل الله طاعتكم. شلون أم نواف قاعد تقضين وقتك الحين مع الحظر الكلي؟ شو تسوي بالحظر؟ والله شو أسوي؟ حالي من حال عباد الله الجميع، احنا حازين روحنا في البيت وأنا ما أطلع بصراحة ولا أروح ولا أي ولا خواتي ولا صديقاتي ولا أحد. أقرأ قرآن، أطالع البيت شنو ناقصة، كل تدرون إحنا يعني عملنا وشغلنا يتطلب دائما نكون برا البيت، فما دايرين بالنا على شنو موجود وشنو اللي موجود. عندي هواية أقعد أطالع الطبخات ولو إني ما أطبخ. ها الهواية بس الاطلاع على الطبخات. شلون؟ بس ان تشوفين الطبخات تنفيذها السنه الجايه يمكن. لا انا اي انا من رجعت من العلاج ما اطبخ، عندي مرت زوج مرت ولدي ونواف صقر جزاها الله خير تطبخ وتنزل لي تحت، يعني انا ما اسوي شيء ما تعطيها بس بألف عافية. شفت طريقة حلو عجبتني وطبختها.
شنو 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 الطريقه؟ خلينا نتكلم، الناس تبي تعرف شنو اللي ودك تسوينه بايدك ام نواف؟ انا يعني ما اخذتها من الواتساب من اليوتيوب و طويلة شوية، مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله مرة ثانية، مرة ثانية. حياك الله نواف معنا. نواف، السنة اللي طافت، رمضان اللي طاف، كنتوا طالين معنا مع الوالدة في كاش مع نواف. الأمانة حتى فترة البرنامج كانت مهمة جدا بعد الأذان، وإحنا بسفرة الفطور قاعد نشوفكم. أول شيء، ليش ما طلعتوا هالسنة؟ هل بسبب الأزمة ولا أنتوا وقفتوا هالسنة؟ حبيبي أخوي عبد الله، مشكورين أول شيء المقدمة الحلقة، دمي خفيف، أنا ما أشوف دمي خفيف بس أنت تشوف دمك خفيف. وشكرين على هالشيء. كاش مع نواف يا أخي، لاحظوا في شيء حلو، إن شنو، إن كان بين الناس وبين الجمهور، صح؟ يعني حلو. ننزل الناس وين مكانهم، بالمجمعات، في الأسواق، صحيح. يعني سوق المباركية، أحلى شيء كان في سوق المباركية وقعدة الناس وقعدة البسيطة هذه، والشاي والشاي ليمون. والله والديوانية الرعيل الأول ما قصروا. صحيح. وبعدين المكان وايد جميل وتراثي، وطلعتكم يعني حن جميلة، الحياة جميلة مع الناس صراحة كانت. إيه. بعدين البرنامج مالنا يعني تعمدنا أو يهمنا أن الجيل يعرف الأشياء القديمة، تراثة، قطاوية، أمثالة، المهن، الكلمات اللي اندثرت، الكلمات الصعبة اللي لحد الحين ما حد يعرفها. حلو. حتى 40 سنة ما يعرفها للأسف. صحيح. فكنا احنا نقولها ونفسرها للناس علشان، وكانوا وايد متابعين يدقون علي يقولون لي احنا نقعد نحل معاك نشوف نعرف اللي تقولينه ولا لا. فاحنا ما كان يهمنا اي شيء غير انه نعطي معلومة للشباب، وحق حتى الخليج ككل، ان اغلب امثالنا وقطاوينا متقاربه. فيعني كان يهمنا، لكن السنه ما كان في نصيب لان احنا تاخرنا شويه. نعم. النص جاز بديناه بس على ما ياخذ اجراءات، ودخلت علينا شويه. النيه كانت موجوده ام نواف، يعني النيه كانت موجوده في كاش مع نواف هالسنه. وقدمنا للتلفزيون بس يا كورونا، دخلت الكورونا علينا ووقفنا، لان برنامجنا يعتمد على الجمهور. صح. صحيح. ان شاء الله تكون خيرا. الامثال هني قد نعرف الامثال، مثل بسيط سهل، بس وين توظفه؟ صحيح. كانت فكره حلوه انك تعرف المثل وين توظفه ومن اساس المثل هذا. صحيح. يعني مثل كلمه عنقيش، يعني وايد، او عنقيشه، وايد ناس او الشباب حتى لا عمره 40 ترى ما يعرفها. واحد من واحد اللي يعرف شنو عنقيش. عنقيش، العنقيش، شنو العنقيش؟ العنقيش جمع عنقيشه، والعنقيشه الوحده هي بذره او طعامه الكناره. زين. فلما يقول الرجال ترى انا مو سهل مكسر على راسي العنقيش. عنقيشه مثل الحصمه، لو تكسرينها على راس احد تدش بالجمجمه. فمعناته انه يعني مر عليه ازمات. صحيح. مر عليه بلاء، ريال ذو خبره. فما ينقص عليه يقول انا تكسر على راسي العنقيش. من يعرفها من الشباب؟ ولا احد. ولا انا. حلوه يعني هذه المداخله، هم خلتنا ناخذ معلومه جميله من أم نواف. يمكن فعلا الناس قد يكون ابتعدوا شوي عن اللهجة الكويتية اللي احنا تعودنا عليها، الحين صارت اللهجة البيضة مثل ما يقولون، اختلاط المجتمع هم تغيرت اللهجات عندنا. شنو تابعتي من خلال رمضان هالسنة من أعمال؟ بس شيء تمين الصيف؟ صدق؟ ولا ليش؟ ليش؟ لا، لقطات لقطات لقطات. أنا مشكلتي إني أدمنت على اليوتيوب. لا والله ادمان، ما اقدر استغنى حتى بايام الفطر ترى. ام نواف، الادمان هذا ام نواف علشان الحظر من ايام الجزئي والكلي الحين، ولا من قبل ادمان يوتيوب؟ من قبل، لان بصراحه يعطيني معلومات مكثفه، سواء عن الفن، عن الادب، عن التاريخ، عن السير الذاتيه، انا احبها. حلو. احب
يعني فلان ولا سين من الناس. صحيح. هذا الأديب ولا هذا الفنان شنو حياته شنو كان. يعني ديكومنتري يمكن أكثر من نواف التابعينه باليوتيوب. إنزين نواف، نبي نتكلم الحين عنك أنت. غريبة ما دشيت، يعني اليوم إحنا قاعدين نقول قدمت برنامج وأنت أوردي مخرج، بس ما دشيت في الدراما، غريبة. أنا أحب الدراما والله، موت عليها، ودي أمثلها، ودي أطالع أطالع الوالدة كأنك تقول لها إيش رأيك إيش رأيك في الموضوع. أنا أحب الدراما، بس أنا أقول الصراحة يعني شغل الدراما كثير وتعب وطويل، فشركتي توها جديدة يعني، فقلنا نبلش قول الصيج نبي الصيج. نواف لو سمحت اللف والدوران ما عندنا، شوف ترى أمك يمك. أنا أموت على الدراما. شوف المسلسل الدرامي مكلف وايد، هو ميزانيته ما تسمح، وبعدين يعني أحيانا التلفزيون ما يعطيك منتج منفذ يبي ينتج على زين أم نواف، إحنا يبي ينتج على طول هو، ولا يبي يدش الدراما كممثل كفنان يعني. ممثل إيه؟ يعني ممثل، بس ممثل في إنتاج شركتي ما يحال، أو أنا أخرج العمل أمثل فيه ما يحال. لا يعني إذا ياله دور زين وخواتنا المنتجات ولا أخوان المنتجين انتبهوا له شوية، ترى هو لا بأس فيه إن شاء الله، مع الأيام راح يكون أحسن. لا بأس، أحسن من ولا شيء ترى. هو أستاذ يعني بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فهذه شغلته يعني دارس دراما ويدرس تلفزيون وكل شيء. أم نواف يعرف يمثل عاد؟ انت صريحة اليوم، يعني انا لو ما اخذ نواف بروحه ما راح القى الصراحة اللي بينكم هذه. نواف نواف لا تنغز الوادة لأنه يبين ترى على الهواء. لا ما نغزل، لا والله ما نغزل. لا لا لا، انا اشوف ما اقول لك هو يعني نمبر 1 نمبر 2 يقول المثل وكل شيء بالمراني يعرفه، فإذا هو واظب على الدراما وطلع بكذا دور ملازم بطولة دور زين ظريف وكرروا معاه، أنا أقول لهم مو علشان ولدي، أنا ما أعرف جامل لا ولدي ولا غير ولدي، أقول لهم أنه يعني هو بذرة طيبة يعني ويل سميث الجديد هذه. إن شاء الله ليش لا. طيب أم نواف، إحنا راح نروح نشوف لقطات من بعض الأعمال اللي قدمتيها ونرجع نكمل سوالفنا معاكم، خلينا نشوف. 70,000 مرة قالت لك أنا أنطق بس ما أنسب. تنطقين عند ويحج تنطقين إيش تبي تسوي؟ بس يلا عليكم، بس وخر خالتي وخر خالتي نواف، يعني ما شاء الله رجعنا للزمن الجميل مثل ما يقولون. مثل هذه الأعمال هل ممكن نحن نشوفها مرة ثانية من خلال الدراما؟ نتكلم عن مثل خالتي قماشة، يعني خرج ولم يعد، على الدنيا السلام، وغيرها من الأعمال اللي قدمتوها. شوفي سويها خالتي قماشة ما تنعاد، خلاص اللي تصور فينا كانت أعمارنا أصغر وكنا شباب أكثر، فالأدواء ما راح تنفعنا الحين، ما تمشي معه إلا بعد إذا أحد يكتب لها تكملة. حلو. ومؤلفها الله يرحمه مات، اللي هو طارق. إيه رحمة الله عليه. نواف، لو إحنا نشوف مثل هذه الأعمال ما شفنا مثل نجاح هالنوع من الأعمال أو حتى قوتها، إن كان كنجوم كناس وغيره. شوف في أعمال جيدة ما خذت حظها من الإذاعة أو أنهم يطلعونها، يعني ما خذت حظها. يعني عندك أنا عندي مسلسل أحبه وايد قطري. نعم. اسمه التايهة. حلو. ولا يعرفونه أغلب الكويتيين ما شافوه، كوميدي درجة أولى،
كانت في توداد الكواري أول عمل لها في الدراما وإنتاج قطر. يذكرك أم نواف بالأعمال الخالدة القديمة؟ يذكرك يعني أنت لما تشوفين عمل تقولين إيه هذا درس خصوصي أيام قبل، هذا المسلسل خالتي قماشة اللي قبل، يذكرك فيه هالعمل ولا حبيتي؟ في فرق. ما أدري أنا ما يعني الأعمال مالوتي يعني قصدي نفسها تائهة. تائهة من الأعمال القوية. إيه تائهة والله من الأعمال القوية، يعني مثل قماشة، مثل درس خصوصي، نفس المستوى. مثل إيه في أعمال ثانية ترى جيدة ما يحضرني، بس ما قاعدين يحطونها إلا والله الجرين مبلا. الجرين قاعدة تحط أعمالنا القديمة. شحفاء القطب. لا أنا ما في شحفاء القطب. نفس الأعمال. لا الغوص قصدك. الغوص هذه إنتاج هم أبو ظبي، عمل تراثي جيد. صحيح. يعني هم المفروض هذيل الإماراتيين هم اللي يحطونه علشان يذكرون الناس فيه وعلشان هو عمل جيد. صحيح. إن شاء الله يعني إحنا نتأمل. أنا ما أقول لك الجيل اللي طالع والنعم فيهم أغلبهم. صحيح. فيهم ممثلين زينين وممثلات زينين، بس في بعد أعمال يعني ما تجذبك. ما تخليك تتابع. يعني أنا إذا شفت عمل، أنا أقول لك ولا عمل شفته برمضان قسما بالله، ولا عمل كامل، ولا عمل لقطات. ها يعني أنت ما تابعتي أم نواف، أنت ما تابعتي العمل عشان تقدرين تقولين إن هذا العمل عجبني ولا ما عجبني عشان الفرصة هذا الوقت. إنزين نواف، أنا بسأل نواف ولدك أم نواف. نواف شنو أعمال الوالدة اللي أنت تحبها من يعني أقرب الأعمال لك؟ لا تقول لي الأعمال، قول لي شنو الأقرب الأعمال اللي أنت تحبها حق الوالدة. وايد عندك التائهة من الأعمال الكوميدية. أنا يعني من عمل التائهة فعلا شفت كاركتر جديد اللي هو كاركتر يعني المرأة الكوميدية الملقوفة اللي تدش البيوت وتناجب الناس وكلها قاعدة عندهم وما تبي تطلع، يعني مقيدة شخصية حلوة. وشخصية حنان شو يسمونها خالتي قماشة روعة. درس خصوصي كلهم. صحيح. درس خصوصي هم إخراج الوالد. أيه. قاعد نشوف لقطات من درس خصوصي الحين احنا بالشاشة. انتم ما قاعد تشوفونا، احنا اللي قاعد نشوفه، بس نستذكر وياكم. عائلة فيها ود حسين، وفي مجموعة كبيرة، وفي مريم القضبان، وفي العنزور، وفي إبراهيم الحربة يعتقد، وفي والله في وايد، في منى عيسى اللي اعتزلت، وايد جميل في إبراهيم الصلال. والنعم يعني هم أخذ حظه بالجانب. بالنسبة للمسرح سيف العرب. سيف العرب سكانة مرتل وبعد بعديش بس أيام أسودوية. الله هذا لا في أعمال وايد مسرحية. خذيتونا معاكم صراحة على هالأعمال اللي فعلا كانت جميلة وخذت نجاح، وما زال هذا النجاح مستمر إلى الآن. أم نواف ليش هالسنة ما شفناك في الدراما؟ سنة والله شوفت أقول لك الكورونا الحمد لله على كل حال قضت على كل شيء. عندي مسلسلين. نعم. واحد اسمه بيت بيوت. نعم. زين. والثاني كاتبة الروضان وإخراج سلطان خسرو. والثاني اسمه أبشر بالسعد، كاتبة نايف الراشد. اي نعم. ومن اخراج نايف الراشد. والله وجميل يعني العمل، بس واحنا دخلت علينا كورونا واحنا نصور. تاجل ام نواف هذا العمل، ما نلغى، تاجل. تاجل كل العملين تاجل. إيه؟ بعدين ودي انوه الله يرحمه أخونا وحبيبنا سليمان الياسين. كان معاي في المسلسل بيت بيوت، وكنا يعني تيم متجانس، وأنا من عمر أعرف سليمان من أول ما بدأ قديم يعني، ومن بدأ وهو إنسان خلوق وفنان وملتزم وإنسان عمرنا ما شفنا منه شيء يكدر أحد. ف
الله يرحمه ويحسن إليه. هو ما مات من الكورونا عشان الناس تعرف، هو سكت دماغه. الله يرحمه. الله يرحمه. يعني خسرنا عنصر جيد وإنسان ممتاز في الوسط الفني، وإن شاء الله الأعمال وأعماله قاعدة فيه، إلا عمل قاعد ينذاع الحين ينبث على الهواء. هذا وفاء منك يا أم نواف، إنك أنت تذكرين رحمة الله عليه الفنان سليمان الياسين، وايضا من توفاهم نقول لهم الله يرحمهم برحمته، والله يطول باعماركم ويطول بعمرك يا ام نواف. في هذا الوقت الامانه ام نواف، احنا كمشاهدين ننطر الفنانه القديره مريم الصالح تقول لنا كلمه يمكن انت حشوه في قلبك تقولينها، سواء كان للكويتيين، سواء كان للمقيمين، سواء كان للوضع العام. شنو تلخصين هذا اللقاء البسيط بكلمة أو حكوة بقلبك حابة تقولينها؟ والله وايد الحكي على قولتهم، خلها ما أدري شنو ولا تطلع وتجرح. الحكي الحين إحنا كل همنا وهم العالم، مو بس همنا إحنا، إن الله يرفع عنا البلاء. آمين. يرفع عنا الكورونا، ويرفع عنا يعني الصفة اللي مو زينة اللي هي تجار الإقامة. والله يسامحهم باللي سووا فينا، هالآلاف المؤلفة اللي جابوهم وكودوهم، الحين احنا قاعدة الكويت تدفع ثمنها. فاحنا نتمنى من رب العالمين ان كل بلد تاخذ شعب، خلونا لأن الكويت صغيرة، صحيح، وشعبها قليل، والوافدين حوالي 3.5 مليون. ما نقدر صراحة مهما تكون عندنا المادة ما نقدر نتحمل هذا العدد الكبير. تدخل مستشفى ما تلاقي لك سرير، الناس بالممرات، صحيح، حرام هاللي قاعد يصير. يعني احنا ما نطردهم، اخواننا وما قصروا، بس العين يعطونا فرصة احنا نشم نفسنا على ما الله يرفع البلاء عنا، وبعدين نرجع نستقدمهم. صحيح. لكن بعضهم يخرب وكسر المدارس وقطوا احيار بالمنهولات، صحيح، وشلعوا البلاكات مالوت الكهرباء، صح، وسويتشات. ليش هالعقد؟ سوينا لكم احنا عاملكم طول عمرنا معامله جيده، عمرنا ما فرقنا بيننا وبينكم، ليش هالاذيه؟ يا اخي بلد قريت فيها وقعدت فيها وعشت فيها وربعت فيها وبنيت بيوت في ديرتك عماير، وبنيت بعضهم منتجعات باني اعرفهم انا، ليش تشتم؟ ليش؟ صحيح كلامك، تعب الايد اللي احسنت لك، ليش؟ صحيح، هذا اللي قرقر. صحيح. هي بالنهايه هذه قد تكون يعني افعال من البعض، احنا ما نعمم على الجميع، وان صح. شاء الله يا رب تعدي هذه الازمه والامور كلها ترجع مثل ما كانت واحسن. نواف، شنو حاب تختم كلمه للمسؤولين او حتى للشعب كعامه؟ اول شيء اشكر عبد الله واشكر جماعة على أشكر المحطة لا شك أوضاع يعني ما هي أوضاع عادية، وبالأوضاع اللي إحنا قاعد نعيشها الواحد تبين طيبته ويبين أصله ويبين معدنا. الحين إحنا لازم يعني نتكاتف ونحط إيدنا في بعض ونبني، ما نبي نهدم ونطلع بروباغندا وإشاعات ويعني ونخرب. ليش تبي تخرب وتعادي الناس وتضر؟ ماكو داعي. الحين وقت الجد، اذا واحد في وطنيه ويحب بلده ويحب الكويت، اكو واحد ما يحب الكويت؟ انت عايش على هالارض. صح. الارض هي الاساس، لازم كلنا مثل الكويت فنشتغل شويه، يعني ما يخالف نسمع الكلام، ترى ما فيها شيء، نحكر نفسنا ما فيها شيء، نسمع الكلام، لان بالنهايه احنا تحت يعني حكومه عندنا، والحكومه قاعده تنزل قرارات، ولازم نسمع الكلام. خلاص، نسمع الكلام باذن الرحمن، نلتزم بالقوانين، واللي يعمل كثير قد يخطئ اخطاء بسيطه، وان كان
هناك أخطاء ممكن أن نتحاسب فيها تالي، واللي يعمل كثير دائما نقول في أخطاء بسيطة تكون. كل الشكر والتقدير لفنانتنا الغديرة مريم الصالح، كل الشكر والتقدير لزميلنا المخرج والمذيع نواف الصالح، يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير وتقبل طاعتكم، وشكرا على هذه الدقائق اللي أعطيتونا إياها بهذه الطلة الجميلة من خلال برنامج سراي والدردشة البسيطة اللي تكلمنا فيها. بريك صغير وبعدها نستمر وياكم.